مرحبا بك. دونك اون بتيت ايفالياسيون ديال الجودو في افريك وفي المغرب. السلام عليكم، معكم اشرف مطيع، بطل افريقيا في رياضه الجودو في الوزن 81 كيلوغرام. كما كنشوفوا حنا كنا على ابواب البطوله الافريقيه، الحمد لله البطوله الافريقيه دازت احسن تنظيم، كانوا ريزولتا مزيانين. النيفو تكنيك ديال لافريك تبارك الله، كما كنشوفوا ابطال اللي ولاو كيتالقوا في الانترناسيونال لي كرون بري لي كرون سلام، والحمد لله النيفو افريكان غادي مزيان، وان شاء الله النيفو غادي وكيطلع ان شاء الله. بالنسبه للمغرب كذلك، المغرب عندنا ايكيب مزيانه الحمد لله، تقريبا من 60 كيلو تحت اللور، وحنا دابا مقبلين على الالعاب الاولمبيه، لا بلوبار كيلعبوها قبل لا كاليفيكاسيون، ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله. بوغ اتغ شامبيون في الجودو كيس كيل فو فيغ؟ لا ديسيبلين، خاصكو لا ديسيبلين. لا زونترينمون لا ديسيبلين، لونترينمون خاصك تضحي، تضحي باش توصل. بالنسبه للي جو اللي كيشوفوك، اللي بغاو يتعاطوا لهذ الرياضه؟ كنصحهم يديروا هذ الرياضه اللي كتعاونهم في حياتهم، كتعاونهم كتعرفك على ناس زوينين، وكنشكركم على هذه الاستضافه هذه.